تحياتي لك زميلي العزيز تامر صار من هنا من استاد الاسكندريه، مواجهه الاتحاد وغزل المحله المؤجله من الاسبوع العاشر في الدوري الممتاز. نادي الاتحاد الاسكندريه في معسكر دائم منذ مباراه اسوان اللي اقيمت هنا على استاد الاسكندريه والهزيمه 3-1. كان الكابتن حسام حسن عامل معسكر مغلق حتى مباراه اليوم، هيكون يعني الكابتن حسام حسن مركز بشكل كبير جدا زي ما قال الكابتن محمد عمر على المشاكل الدفاعيه اللي كانت موجوده في الفريق خلال الفتره اللي فاتت، كان مركز عليها خلال الفتره بعد مباراه الانتاج الحربي الاخيره والفوز 2-0، كان فوز مهم جدا كابتن حسام، فوز معنوي كبير جدا، ركز على الاخطاء الدفاعيه اللي بيعاني منها الفريق خلال المرحله الماضيه. هقول لك ايضا غيابات نادي الاتحاد السكندري خلال هذا اللقاء، نفس الغيابات منذ مباراه اسوان، هو استبعاد خالد قمر ومحمد عطوه وعماد السيد ومحمود رزق، دي نفس الغيابات اللي بيعاني منها نادي الاتحاد السكندري. ايضا كريم اديب للرباط الصليبي. هقول لك ايضا يمكن مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري صرف مكافاه فوز الفريق على الانتاج الحرب الاخيره كحافز للاعبين، خاصه ان مباراه اليوم تطير بالفريق الى المربع الذهبي في الدوري العام. فريق نادي الاتحاد السكندري النهارده يرتدي الزي الابيض والشورت الاخضر والشراب الابيض. هقول لك ايضا فريق غزل المحله اللي وصل بالاسكندريه، وصل للاسكندريه بالامس بعد تدريب اخير على ملعب غزل المحله. كان الكابتن خالد عيد كان عنده محاضره بالامس في بالفيديو، كانت محاضره مهمه جدا شاف فيها هايلايتس لنادي الاتحاد في اخر اربع مباريات اللي اقيمت على ملعب استاد الاسكندريه، واتكلم مع لعيبته ايضا عن الاداء والفرص المهدره بشكل كبير جدا في مباراه البنك الاهلي الأخيرة. اتكلم معهم عن أهمية استغلال نص الفرصة لإحراز الأهداف. بيغيب عن نادي المحلة في هذا اللقاء إسلام فؤاد، ثلاث انذارات. يمكن كان اسلام كان يعني عنده مشكله الماتش اللي فات، كان بيتكلم كتير مع الحكام، كان خالد عيد غيره بسبب الانذار الثالث عشان يجرب النهارده. مش هيكون في تغيير كتير جدا في تشكيل نادي الاتحاد، هيكون تغييرين وتغييرين مضطر كابتن خالد عيد يغيرهم. هيكون غايب اصلا ايضا محمد سامي وهاني عادل غايبين للاصابه، بينما يعود لتشكيل او لمعسكر المباراه بعد غياب اربع مباريات للاصابه محمود صلاح وخالد رسلان اللي بيعودوا لمعسكر فريق غزل المحله. فريق غزل المحله يرتدي التيشيرت اللبني والشورت الاسود من هنا من استاد الاسكندريه، دي كواليس الاتحاد والمحله. عوده ليك زميل عزيز تامر صقر واستاد مصر. شكرا للزميل عزيز الصلاح، عوده من استاد الاسكندريه قبل انطلاق هذه المباراه، مباراه الاتحاد السكندري مع غزل المحله، مباراه مؤجله من الاسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.